يسود توتر في تونس بعد ليلة أخرى من الاضطرابات رغم حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتدخل الرئيس قيس سعيد، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر ضد الفقر وغلاء المعيشة. واندلعت الاضطرابات غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 من كانون الثاني يناير 2011، وألقى مئات الشباب الحجارة وبعض الزجاجات الحارقة على عناصر الشرطة المنتشرة بكثرة في أحياء شعبية عدة، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل الدموع. ويشهد شهر كانون الثاني يناير عادة تعبئة في تونس كونه يصادف ذكرى عدد من النضالات الاجتماعية والديمقراطية.